يلا مشينا ننطلق على اتش بي. اجيت هذا شلون اجي ما نشتري على عندي اشياء. Hello guys, welcome back to my channel. طبعا اليوم هو عيد ميلاد علي ومثل ما تعرفون اكثر الاماكن actually مسدوده وماكو اي شيء بس انا وتوته راح نروح نتسوق ونشتري كيكه لعلي. رحت ركضت الصبح ورجعت للبيت وهسه سبحت واريد اشوفكم اني شو اسوي على شعري وشنو الاشياء اللي استخدمها على شعري لان كم من عندكم يسالوني تري شنو الاشياء اللي تسويها على شعرك. صراحه اني روتيني ويا الشعر كلش 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 سهل. اول شيء اسوي شامبو وكونديشنر هاي اكيد بس كونديشنر اخليه على شعري تقريبا من 3 دقائق الى 5 دقائق ورا ما اطلع من الحمام. اترك شعري شويه ينشف مو كله شويه مثل ما تشوفون هسه بعد مبلل بس اكو شويه نشفان بي بس مو كله ناشف. اجيب هذا الاويل الواي طبعا الصور تقدرون تحصلوه حتى بالدول العربيه موجود. احط 2 بامبس او وحده امشي على شعري وما احطه على كل الشعر لا بس على اطراف الشعر. وراها تجيبون مشط مثل هذا اهم شيء يكون مفتح حتى ما يؤذي الشعر وخلاص بس امشط الاطراف ما امشط جذر ما الشعر حتى ما يصير كوما عليه اويل ويطلع الشعر مزيد. انا احب امشط الشعر حتى اطلع كل الشعرايات الواقعه. هسه ابلش انشف شعري. هسه راح امشط شعري طبعا مثل ما شفتوا جايز السشوار اني ما اخليه كلش قريب على الشعر اخليه شويه بعيد لان الشعر مبلل ودرجه الحراره احطها شويه عاليه فما اريد حراره تكون عاليه على شعري من هو يكون مبلل فاحاول شويه ابعدها. اروح اغسل ايدي وارجع لكم. وهسه اريد احط مكياج جدا جدا بسيط هم مو مكياج اسمه ميك اب نو ميك اب لوك بيسكلي اللي هو بس كونسيلر وبلاشر يمكن احط مسكارا. انا هذا الكونسيلر اللي راح استخدمه من مايبلين ايج ريوايند طبعا دائما احب استخدمه لان لونه بلون بشرتي فبس اسوي بيسكلي كانسليشن للبلاك سيركلز يعني اوخر بس البلاك سيركلز بي. طبعا كم منكم يمكن راح يسالون توتا شنو رجعت؟ اي رجعت لانه نيويورك سدت يعني ماكو اي شيء مفتوح فالحمد لله قدرت تجي قبل ما يزيد الوضع هنا. ما اعرف ايش راح يصير بصراحه هنا من يكون المكياج يومي وسريع ميك اب نو ميك اب لوك استخدم اصابيعي لان ما تتخيلون شنو الدمج باعه الدمج يخبل مال الاصابع وطبيعي كلش من اباوع عاني على نفسي ولا كانه حاطه مكياج هوايه. طبعا اني اوريدي خدودي حمر لان سويت مايكرو نيدلين البارحه فشويه بعد وجهي احمر باكر يكون رايح او اليوم بالليل بس يا صارت all good اندمج كل شيء. حواجب بس امشطها بصراحه ما اسوي لها اي شيء بالايام العاديه. وهسه راح احط مسكارا طبقه كلش خفيفه راح استخدم هاي من نارس كلايمكس كلش احبها لان تفرق الشعرايات. جايز انا ما ادري ليش كلش هوايه اقول بصراحه. وهسه راح احط بلاشر اللي دا استخدمه من فيزيشن فورمولا اسمه باتر بلاش ريحته مال كوكونات وكلش بارري كلش احب لونه لان هم شويه دوي يعني مو باودري. انا دائما احب احط بلاشر على خشمي تشوفون اللمعه اللي يضيفها كلش كيوت هذا البلاشر احبه. وحاطه اني جلاس على شفتي هسه بس اضيف لون راح اضيف روفي وايف مال هدى بيوتي وحده اثنين ثلاثه واكون اني حاطه جلاس او مرطب مال شفايف هاي كلش هواية راح اخذ شوية على ايدي وذاتس ات. هذا هو اللوك بصراحة اللي احب اسويه دائما اللي هو ميك اب نو ميك اب لوك. خليني اروح اسوي شعري قبل ما تجي توتة واني اكون متأخر. قسمه بالنص دير بالكم تسوون شعركم بالستريتنر بدون تقسيم لان راح تحرقون الشعر ودير بالكم ما تمشطون الشعرايه قبل ما تسوونها بالستريتنر. هاي الاشياء كلش مهمه لان تساعد الشعر انه يبقى هيلثي وما تقرطف الشعرايه يعني الشعرايه ما تصير ناشفه وتحترق. واو خليني اسوي هاي الجهه وارجع لكم.
ارشي شويه وهيك اسوي هذا الشيء مثلا هسه. طبعا انا مبدله خلصت حمام وبدلت حتى اول ما تجي تويتر راسا نطلع لان المحلات تسد من وقت. غسلت ايدي وهسه مثل ما تشوفون اني حاطه مقوي على اظافيري بس لازم احط مقوي طبقه ثانيه حتى تصير شويه ثخينه لان اظافيري كلش كلش تتعب. واني هذا المقوي اللي استخدمه اسمه دايموند سترينث مو يا دايموند سترينث من سالي هانسن وشفاف طبعا وبسرعه ينشف. طبعا عاجبني اصبغ اظافيري هم بس ما اصور الحق توته على جية ولازم اصفط هدوم علي من النشافه فدا انتظر هذا ينشف. طلعت هدوم علي من النشافه. هذا اللي دا اسوي بيومي جايز. سندريلا بالبيت. هاي جواري مال علي. وي سو كيوت. انا بس البس شاكيت ونطلع. لوكس سو نايس وذ ذا لايت. لايت قد حلو لونه. جايز هاي طبعا هو لونها رصاصي بس ويا الضوء يصير هيك لونها تلمع. يلا توتا دي اصلا راح نتاخر. اوكي جايز نشوفكم بالسياره. يس طبعا الدنيا دا تمطر ما اريد اطلع. شو سويت شعري؟ داركم 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 تبللت. We're good. باي رجع كفش. انت على الاقل حاطته بالراس واني هسه سويت يعني هسه لا انا مو هذه سويته برازيليان بلو اب. لا لا كلش زين ما مكفوش والله ما مكفوش. لا عشان على بالي كفشه لا لا ابد ما مكفوش كلش ناعم هذا كفشه هاي كل شيء ما مسويت له وهيك نازل وين كفشه يعني زين ماشي اي والله كلش حلو ناعم مبين حلو. يلا مشينا ننطلق على اي شيء مين؟ تبارك تتمسح عافيه عافيه. ما جاكيته مالتي جايز كلها نقاط. توتي انت ما يحتاج تسوقين انت الزمي اني اتسوق. ريه تعرفي شلون تختار. اهم شيء جايز اكل الفواكه. هذا شلون اجي؟ طبعا ما نشتري على اشياء. اجيب بعد ستروبريز؟ نو جيبي. جيبين هاي؟ اجيب واحدة او اثنين؟ جيبي واحد زوكيني وواحد سكواش. بصراحة اريد سيلري. شنو؟ وش بتلبسوا؟ هذول مات انا اقلق فيهم باليد. أني I'm not the best in شسمه recording so إذا طلعت جعتكم ليمون؟ إيه ثريا تركض مو تمشي فمدى ألحق لها وبعدين يصعد التصوير ما حلو وترزني أني هذا راح يخلص يعني عندي تشيبس وعندي علي راح يخلص اي هذا هو هذا سوى له باكينج باح ماكو فشي مال اليوم؟ هذا مسوي له باكينج اليوم اوكي طبعا جبت جواكامولي فايس كبراته هم يعرفون الطبخه مالتي مال سويت بوتيتوز فاليوم راح اسوي بس اجيب وحده لان هذول كلش كبار كلش كبار ايش عجب هالكبراتهم؟ ما ادري اصور الصغار كبر خلصانات اجيب وحده كبيره واسويها مثل مع المدكم الطبخه هاي ترى. This one is good. ايش كبراتها؟ كلش كبار. طبعا مرات اذا اوصل اذا اريد هيك شيء يعني رادي فد اربعه خمسه. طبعا جايز اللي يتسوق من اتش بي اشتروا هذا التشيز. هو مكسيكان تشيز بس طعمه مثل اي بالضبط عبالك طعم جبن العرب عندنا بالعراق. فاللي يتسوق من اي شيء هنا بتكساس اشتروا من هذا، اصور موجود في كل انحاء امريكا مو؟ بس ما اعرف وين محلات اللي يبيعوا. الفيجي تشيبس هذا انا وعلي ادمان عليه طبعا. زين انا يمين احبه. I know you're gonna like it. I like it already. تريدين الاوكرا؟ I like the okra too. Get the okra. اوكي. وهاي شنو باميه؟ باميه هم تكون متنشفه مثل التشيبس كلش طيب. ماكو مي، كليته بس سودا
عصاير تشوفون ماكو مي، كل شيء فارغ، كل شيء عليه ورقة فارغ، الأشياء اللي عالم تشتريها دائما تحتاجها فارغة ماكو. روح ندور كيكة علي، إذا ماكو كيك لازم إحنا نسوي كيك، إذا ماكو كيك نجيب له كب كيك. نم تنم تنم تم 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 تم. لا نجيب له واحدة صغيرة من الشوكولات. This one. هاي لو هاي لو هاي ما سبرينكلز. سبرينكلز حلوة. حلوة. نجيب له شوكولات. كيرت كيك شنو وين قاعدين؟ لا اوه باي هاي ما ادري هذولي علي صدق ما يحب الكيك سو لا يا ناخذ بس ما راح ياكل ما ادري we're still deciding تريد نجيب لها هاي مال يونيكورن شنو وين قاعدين هذول كليتهم مال يعني اي بالضبط اني اني ام فوتينج ذس اوريو كيك اور شوكليت كيك اوريو اور شوكليت فادج اي جات ات يعني هالكيكه اخذنا هاي شوكليت فادج يعني احلى وحده شكلا الارقام 4 و 2 24 جايز خلي اشوف لكم المكان اللي بي نابكنز وتويلت بيبرز باب هاي النابكنز مال الحمامات ماكو فارغ المكان كله فارغ تبارك شنو رايك ماكو ولا قطعه كلينكس احنا الحمد لله اشتريت ما ادري ايش يسوون بيه انا اشتريت ومكفي يعني اللي اشتريته يكفينا اشتريت وحده كيس واحد ومتاكده انا وعلي وحتى انت ويانا يكفينا اكثر من شهرين بس احنا العرب يعني نغسل هم لا راسا ما ماكو اختراع اسمه تغسيل فيستخدمون الكلينكس يتنظفون وينشف I don't know I don't know خلينا نروح ندفع ونحكي وياكم بعدين هذا السوشيال ديستانسينج يعني بينك وبين الشخص الثاني هالقد اكو مسافه وقف المطر تننا بقى العالم واقفين السره لان يسدون بثمانية هم يوجوالي اتش بي يسد ب 12 اتصور بس من يسدون بثمانية اتصور ساعه قبل ما يسدون يوقفون العالم بلاين فيدخلون واحد واحد حتى يمكن تمسر هو عالم لأنه لا لازم أقل من 10 أشخاص. عشرة وأقل. بس معودة ترى مقارنة بغير أماكن إحنا كل شيء ما عندنا. كوما أشياء مفتوحة كوما يعني تقدرون تمارسون حياتكم الطبيعية. لا أنتوا زين لازم. الله حلو من يكون أحد يتسوق وياكم لأن دائما بس أنا أتسوق بوحدي كلش قليل علي يجي يتسوق وياي. انتي هم تسوقين بوحدك هنا؟ طبعا ما تجي وياك الروميت مالتك؟ مرات تجي ايه؟ مرات لا يلا ننطلق طبعا توتا اول ما جتي قالت اريد اروح على ابو عمر جابت الشاورما مالتها واو جابت هالشاورما يامي ار يو هابي ناو؟ ياي يو ار هابي ام سو هابي بالعافيه انا هيك كنت لابسه اصور شفتو بالجروسري شوب ياه جايز طبعا انا كلش فرحانه بجسمي لان جسمي كلش هوايه متغير كنت ضعيفه بدون رياضه وكنت عوده هسه ويا الرياضه احس انه جسمي متقسم اكثر يو نو وات اي مين بهوايه متغير صح صار لي سنه تقريبا على الرياضه جايز طبعا هسه انا وتوتا رجعنا للبيت وعلاوي ما يجي من الشغل الا بعد تقريبا ساعتين او ثلاثه فرح نقعد انا وتوتا ننتظره لحد ما يرجع حتى نسوي البيرثدي مالته ام سو اكسايتد وشفت الكيكه اللي اختارتها ام سو اكسايتد اوكي جايز رجع علي طبعا للبيت وما راح تكون سربرايز يعني لان شاف الارقام واني اي ديدنت ايفن ثينك اباوت ات يعني ما فكرت انه اضمهم اي دونت نو يعني ودناكل انا وعلي طبعا قضينا على هذا لان كنا قاعدين نسولف اكلنا شويه من الشيبس والجواكامولي لان كلش طيب كنت ما تاكل لان اكلت الشاورما تريدين تاكلين شويه؟ لا مو زناف اكلت وجبه كامله مال كيف وجبات يلا علي تعال طبعا علي يقول ما تغنوا لي اغنيه لو ما ادري ايش يصير ما يقبل ان اغني له اغنيه فراح بس ينفخ وهوفلي ناخذ بيكتشرز لان علي حق ينزل تبارك ما تقبل الا تغني له توتا يلا 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 هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو
This is why probably Ali ما كان يريدنا نغني لأن هاي تبارك كانت تغني guys. طقست وقتها. Happy birthday to you. تعالي ليش ما تطلعيني يعني ليش تبدا من ورا الكاميرا؟ Guys طبعا this is so awkward يعني علي ما يريد يصور هذا المقطع ده يقول this is انه ما ادري انه فتشي كلش تافه وما يقبل يصور يقول ما اشيل الكيكه ولا انفخها ولا اسوي اي شيء ما انفخها انفخها اوكي This is not weird ترى احنا دائما نشتري الكيكه بس علي ما متعود يعني قدام الكاميرا you know يعني مستحي يستحي It's 24 اللي يسأل علي ايش صار عمره 24 هاك يلا انظر واحد يتابع ياي هسه علي نفخ عليها احنا بكورونا سيزن ما حد ما راح ياكل من كيكه غير بس علي وذاتس ات جايز خلاص الفيديو لليوم اتمنى يكون عجبكم شوفت لكم شنو سويت اني اليوم وناو ام جاست غانا جو اتمنى سوي علي ويا توتي هيك نقعد سوا مثل ما تشوفون قاعدين يسولفون سو هذا اللي راح يصير راح يكون يسولفون كل شيء ما اقدر اصور فهسه راح اروح اقضي وقت ويا اخواني واتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم وتونستوا ويانا لا تنسون الاشتراك بالقناه واني احبكم كلش هوايه واشوفكم على المره الجايه باي I love you too. Happy birthday to you. Bye guys.